السيد رئيس الوزراء، الفيديو كونفرنس للافتتاحات سيبدأ الآن. اتفضلوا. مستشفى كوم حمادة التخصصي، اتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. مساء الخير سيادة الرئيس. دكتور أحمد الفي، مدير مستشفى كوم حمادة التخصصي. المستشفى مقامة على مساحة 3100 متر مربع أرضي زائد 5 أدوار زائد مبنى الخدمات، بإجمالي مساحة إنشائية 16000 متر مربع، بإجمالي تكلفة إنشائية وأنظمة 312 مليون جنيه، بالتجهيزات الطبية وغير الطبية مواردة من وزارة الصحة والسكان بالاشتراك مع صندوق تحيا مصر بتكلفة حوالي 458 مليون جنيه. المستشفى تحتوي على 252 سرير نوعي، منهم 20 سرير عناية، 22 حضانة، 40 مكنة غسيل كلوي، 110 سرير داخلي، 6 غرف عمليات، 15 سرير إفاقة، 16 سرير طوارئ، زائد 20 عيادة خارجية، بالإضافة إلى أقسام الأشعة، المعامل، الجهاز الهضمي، العلاج الطبيعي والأسنان. المستشفى مشاركة في المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، الكشف المبكر عن أورام القولون، الأطفال المبتسرين، القضاء على فيروس سي وتنظيم الأسرة. المستشفى تخدم حوالي مليون نسمة من سكان محافظة البحيرة. تمام سيادتك. الدكتورة منال السردي، رئيس وحدة زرع النخاع، تفضلي. أنا فعلاً الدكتورة منال السردي، أستاذ في كلية طب اسكندرية ومدير وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي. وحدة زرع النخاع بمستشفى المواساة الجامعي بتتكون من 7 كبسولات زرع النخاع وملحقاتها وغرفة فصل خلايا جذعية ومعمل لحفظ وتجميد الخلايا. تم تصميم الوحدة عن طريق شركة متخصصة مصرية، وصنعت الوحدة كاملة في ألمانيا. الطاقة الاستيعابية السنوية للوحدة من 60 ل70 مريض زرع نخاع بكل أنواعه، سواء ذاتي أو من متبرع. الوحدة بتخدم 4 محافظات، اسكندرية ومطروح والبحيرة وكفر الشيخ. يتم علاج مرضى زرع النخاع بالمجان بصورة كاملة، سواء عن طريق نظام نفقة الدولة أو التأمين الصحي بدون أي تكلفة إضافية على المريض. والوحدة بتتبع جميع الإجراءات العالمية المتعارف عليها لوحدات زرع النخاع في اختيار المرضى وعلاجهم طبقاً لأحدث البروتوكولات العلاجية. طبعاً طبقاً لسياسة الدولة ومساهمة في القضاء على قوائم الانتظار، وحدة زرع النخاع في مستشفى المواساة الجامعي بتهدف دايماً لتخفيض قوائم الانتظار لمرضى زرع النخاع، وهي إضافة كويسة لكل مرضى زرع النخاع في مصر. شكراً. دكتورة منال لو سمحتي. أيوة فندم. تكلفة الحالة الواحدة كام من أول المريض ما يخش لغاية لما يتعافى بفضل الله ويخرج يعني؟ اتفضلي. حاليا التكلفة ممكن تصل إلى 50,000 جنيه. 50,000 جنيه للحالة الواحدة. سوري 150. لا مش بس كده، ده احنا اصل عندنا حضرتك نوعين زرع، عندنا زرع ذاتي وزرع من متبرع. الزرع الذاتي 100,000 جنيه، الزرع من متبرع 150,000 جنيه، بس هو بيصل الى 200,000 جنيه تكلفة. انا سألت السؤال ده من باب حاجة واحدة، ان انا عايز اقول ان احنا من خلال قوائم الانتظار زي ما حضرتك ذكرت كده، واللي هي بتبقى بتساهم في ان المواطن اللي بيعاني من حاجة زي كده بدل ما يتحط على قائمة الانتظار لشهور ويمكن سنين، مش كده؟ لكن احنا، وانا مهم ان انا وانتم واحنا بنتكلم على المستشفيات وعلى الافتتاحات وعلى قوائم الانتظار ودورها اللي الدوله بقى لها دلوقتي 3-4 سنين شغاله فيه، ان هي انا في تقديري يعني مش بس بتساهم في علاج الناس، ولكن اتصور انها بتساهم في تدريب الاطباء من خلال حجم العمل
المتزايد، لان قوائم الانتظار دايما بتبقى حالتها طبعا صعبه شويه، مش كده يا دكتور خالد؟ وبالتالي ان النهارده لما انا في خلال 3-4 سنين حجم الـ القوائم الانتظار اللي تم داخل في 2 مليون حاله، ده معناه ان انا وفرت مش فلوس لحاجه، لا وفرت للاطباء ان هم يشتغلوا بشكل مكثف جدا لمده 3 أو 4 سنين في حالات حرجه في كل التخصصات. فانا سالت على الرقم مش عشان يعني مش عشان اي حاجه اكتر من انا ابقى على 60 حاله اللي حضرتك بتتكلمي عليهم او اكتر يكلفوا كم تقريبا بالطريقه ديت يعني. لكن انا بشكرك طبعا على ان على الايضاح، ومبروك للوحده، الف مبروك دكتوره منال. شكرا. شكرا جزيلا يا فندم. شكرا. المهندسه عبير ماجد، تفضلي. تمام يا فندم. المهندسه عبير ماجد، عضو مدير تنفيذ مشروعات منطقه الاسكندريه، الجهاز المركزي للتعمير، وزاره الاسكان. استاذن سيادتك في افتتاح مشروع نفق وكباري السادات للسيارات والمشاه عند تقاطع شارع السادات مع طريق الكورنيش. يهدف المشروع لحل مشكلة الانخفاضات المرورية في المنطقة وتوسعة الكورنيش ليصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات، وتأمين أرواح المواطنين بفصل حركة المشاة عن حركة السيارات بعمل ممشى سياحي وأنفاق للمشاة. يتكون المشروع من نفق يبدأ من شارع السادات، عبارة عن 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 150 متر مفتوح من أعلى. يستمر النفق أسفل طريق الكورنيش بعد 3 حارات للدخول و3 حارات للخروج بطول 60 متر وارتفاع 6 متر. يشمل نفق يمين ونفق يسار للمشاة بعرض 2 متر ونص وارتفاع 2 متر ونص. ينتهي النفق في اتجاه البحر بالدوران لليسار بعدد 2 كوبري، 3 حارات للخروج بطول 200 متر و3 حارات للدخول بطول 130 متر. ممشى سياحي بطول 250 متر وعرض 6 متر على البحر مباشرة، يرتفع عن سطح البحر من 5 إلى 9 متر. بالإضافة لتوسعة طريق الكورنيش يصبح 10 حارات بدلا من 6 حارات بعرض 35 متر زائد 2 رصيف للمشاة على كل جانب بطول 600 متر تقريبا. تمام. ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا لحضراتكم جميعا على هذا العرض. والسيد الرئيس، نستأذن حضرتك في استراحة قصيرة ونعود بعدها لجلسة نقاشية حول الفرص والتحديات.